برشلونة. إذا الكامب نو حيث زميل أشرف بن عياد. أشرف مساء الخير، اكتملت الصفقة إذا والوجبة الدسمة جاهزة والآن على نار مش هادئة، ها سريعة، تفضل مساء النور. مرحبا مرحبا بك زميل الأخضر. بالفعل الصفقة باتت مكتملة، الكل في برشلونة كان ينتظر هذه الصفقة لمدة أشهر وأشهر عديدة. منذ الوهلة الأولى كان من الواضح أن كوتينيو سيأتي إلى برشلونة عاجلا أم آجلا. لماذا؟ لأن الإدارة بذلت كل جهودها من أجل استقدامه، لأن كوتينيو كان سيجن من أجل حمل قميص برشلونة. لهذا هذا الأمر كان سيحدث عاجلا أم آجلا، وإصرار كوتينيو كان عاملا مهما للغاية بالنسبة لبرشلونة الذي نجح في استقدام نجم مهم وإن لن يخوض مباراة دوري أبطال أوروبا. من المنتظر أن يقدم رسميا هذا الاثنين، وإن نحن بانتظار إعلان رسمي من برشلونة بهذا الصدد، لكنه كان عنوان الأبرز في الصحف الكتالونية. نبدأ بصحيفة سبورت التي خصصت الصفحة الأولى لصفقة كوتينيو مقابل 160 مليون يورو، والعنوان الأبرز تم التعاقد. نفس العنوان نجده أيضا في يومية موندو ديبورتيفو، والصورة المركبة في هذه الحالة لكوتينيو بما أن الصورة الحقيقية ستكون بداية هذا الأسبوع. برشلونة حاول إخفاءه منذ اللحظة الأولى، استقبلناه في المطار لكنه خرج من الباب الخلفي، ومن المستبعد أن يكون في ملعب الكامب نو اليوم حاضرا، وإن كل شيء ممكن لكن برشلونة يريد أن يقدم نجمه الجديد في أبهى حلة.